الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى. أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله، ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت، وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتري، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج، أطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا، وسنة العمرات، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال في أبواب في النحو، تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم، وان يتاخر عامله الذي من حقه ان ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجلو الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مشكلة هذه؟ خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل
بإيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقه ونقول وسنة العمرة فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة في اللغة، وقرأها بعضهم وسنة العمرة، وسنة العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنة، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر الالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة، لكن المشهور هي وسنة العمرة فافعلها. نعم. ووجهي أيضا وسنة العمرة فافعلها، جي حتى وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن راه موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوب على الاشتغال. إذن وسنة العمرة فافعلها كما، سنة العمرة هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر، وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج، ما الذي جعل حج هكذا حج؟ الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما، قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم الساقط الآن ويجيب لي مثالها في القرآن، أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم، فيها الباء والميم، الباء هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة، ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرة فافعلها كما حج، كل اللي عرف بيناه في الحج هو في العمرة، والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شنو نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم، لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا
لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم سلم عليه، واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء. بعض العلماء رأه يعني سائغا ومشروعا. الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. وذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج تفعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج، إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، تفعلها كما حج، وبالتنعيم ندبا أحرما، وسنة العمرة فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها، التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل، هو من جهة المدينة والشام 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة. وانت ماشي المسجد هذا، قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم. تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم. ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم؟ من بيته أو فندقه أو المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك ساءها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا. ولذلك قال: وبالتنعيم، أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا، وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم اللي يحرم منها منين؟ من التنعيم، على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج منها من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا أخرج إلى الحل، إذا خرج إلى الحل أي حل أم أي جهة قال يجزئه ذلك في الموطأ. ولكن الأفضل
أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللي هو التنعيم، اللي هو التنعيم أو من أبعد منه. فحتى الإمام مالك القول الصحيح عنه أن كما الموطأ، لأن قلنا قوله الموطأ هو المقدم على قولي على قوله في غيره ولو كان في المدونة. فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل الأفضل، وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم أو المعتمرون، يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقات كالأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج، يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك، وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك حلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك حلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، ضاق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذا نجي يجن على بعض، يجن عليه جي واو بمكان أو وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدر، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدر، موجود عند النحاء. ف وإثر سعيك، إثر تفيد مدى المسارعة، قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك حلقا وقصر، والمعنى احلقا أو قصر. بالنسبة للرجل وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو للمرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك حلقا وقصر، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، شد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك حلقا وقصرا تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، ايش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة. لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالتنا احنا أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق جايين من برا. الآفاقي أفضل شيء عند مدى الطواف. طبعا إن اتسع المقر يفضل على التراويح ويفضل على النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف، لكن إن كان الطواف
لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات. زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس الشفاف هذا تعين على الرجال أحيانا أن يتركوا الطواف غير الواجب، لأن هذا تماس بناتهم في البيت العتيق يعني محاذيره كثيرة، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل. لكن والمرأة عليها أن تنقص الطواف في أيام الزحمة، لا تطوف المرأة إلا من واجب أو ركن، وتكون بعيدة، تحدثنا عن ذلك من قبل. أما ما تفعله النساء اليوم فإنها تعصي به الله سبحانه وتعالى. في اللي تبي تروح وتقول أني والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر. وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة إلى أن تعود إلى بلدك، إن لم تذهب إلى المدينة أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف. فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك. والطواف كثرا ما دمت في مكة. والطواف كثرا ما دمت في مكة ورع الحرمة، آسف، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت. حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق. فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين. كان الناس يسمعون عنها، فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي يخشلها مرة يقعد تلت أيام يجيش النوم، والعمال اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه يدير لك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه. واللي يجي مرة بس ينخلع يقعد لك أسبوع هو يتخايل فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف أهل مكة ليس لهم التعظيم لذلك، لا هو يراها دائما وأبدا. لكن تحتاج منك إلى أن تحفظ لهذه المساجد حرمة المساجد جميعا والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف فإن عزمت. لازم الصف ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زيد في الخدمة نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان أنا نحاول من بيش نطول شوية لأن من بيش نأخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بإيش؟ بالصيام،
وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع، نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه، فتجده الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف، يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى، فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 1000 صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، تعجب الرجل، تعجب، قال بمثل هذا وأنا أتركها من ذلك اليوم؟ لم يتركها. وهذا سبب العلم، اللي يعلم يفيده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تعلم أن هذه ب100,000 صلاة، هل تعلم أن كنت تعمل رقم حسابي كل يوم كم يساوي سنة؟ كم يساوي؟ كم يساوي سنة؟ 50 سنة. اليوم أكثر من 250 سنة تقريبا، أو 240، ارجعوا إليها نسيتها، لكن اليوم واحد يعادل. وهذا من فضل الله تعالى في زيادة أعمارنا، أعمارنا قصيرة فزيدناها بهذا وبليلة القدر وبغير ذلك مما هو مشروع، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولازم الصفافة إن عزمت على الخروج شدير طف كما علمت، اللي هو طواف مدى الوداع، اللي هو الثالث من مثلثات الحج، من مثلثات الحج. طواف القدوم واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع عند علمائنا مستحب ومندوب. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب، وهذا خلاف بالعلماء لا بأس به، مشروع قوي ما بين من قال مستحب ومن قال واجب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على الحائض، خفف على الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. بعض سألني أحدكم أمسي: ماذا لو طاف طواف الفرض وخرج؟ مثلا واحد ما طافش من البداية يوم النحر ومشي المنى ورمي الجمرات وكمل أيام التشريق وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من فوره، هل يغني عنه؟ نعم، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة الركن. لماذا؟ لأنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون، معنى الكلام أن يكون الطواف آخر عهدهم، آخر شيء تعمل ما هو الطواف. بعض الناس يتشددون يمينا وشمالا أو يسرة، منهم من يقول لك الطواف إذن آخر حاجة، تقول للجنة المشرفة الساعة 5 بتركوا في الحافلات، يخلي هو الساعة 5 إلى 10 دقائق ومطوف، يقعد جماعة في الحافلات ويرجعوا فيه، يقول ليش بيكون الطواف آخر حاجة؟ نقول تلقاها زحمة. لا، هو من آخر الأشياء، نعم، لكن بعضهم يعمل مثلا بعيد، لا، هو يقدره تقدير الإنسان بالنسبة للزحمة وبالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت أن وقتا من الأوقات في اليوم الذي ستعود فيه وقت معين هذا هو أخف الأوقات زحاما تطوف في ذلك الوقت، مثلا بنروح الساعة 5 العشية، ردت هي أن الظهر أقل زحمة، طوف الظهر. كذلك الرجل إذا طاف طواف الوداع
وبعدين اختر له شل الحافلة بجي تتأخر شوية اد العصر. يقول للعزائز والشبير راك تمشي حداك راك بالك خيرك. يقول طوف طوف الوداع انت المناه سكرت الكعبة وخذك مفتاح معاك ما تولي يسمع في الأذان في جنب ودنا ما يصليش سبحان الله صلي وارجع. هذا لا يضر هذا لا يضر الفصل بأغلبية يوم يعني هذا. واستطاع أن يرجع طاف الصبح وما مشاش للعشية ويمكن أن يطوف يعيد طواف لكن طاف حتى الصبح والعشية لقاها ما شاء الله موت. والله المرأة أحيانا إذا رأت أن طواف الوداعي زحمة شديدة جدا لا تستطيع معه الطواف إلا بالمزاحمة مع الرجال يسقط عنها الطواف يسقط عنها الطواف ولا تطوف. قال ولازم الصفافة إن عزمت إن محافظ على الصلاة على الخروج يطوف كما علمت كما علمناك في الطواف. معاش نبو نعاود وقال هذه معناها راه معناها يقولك معاش نبو نعاود وعلمناك خلاص. ثم قال وسر لقبر المصطفى اللهم صل وسلم عليه. الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف عرف الناشر حول الجزء الأول اللي هو العقيدة عارف مشاكل عليها وقال فترة وحول الجزء الأخير وهو التصوف. وإن كان ما ذكر ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحاش. قال أناس بل أناس أشرحها وأذكر الصحيحة فيها ويكون ذلك من الأمانة العلمية. ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا. قال وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها. مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة. المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلت. لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قبر وين؟ في المسجد. والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثناة من المنع في شد الرحل في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذن يشد الرحل إليه. بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نقول المسجد في القبر إلا القبر في المسجد فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة. بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور. أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك هذا موجود. لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة. بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في
آداب الزيارة، كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها؟ أيتصور ذلك؟ لا يتصور. لكن الآن نحمل قول ابن عاشر: وسر لي قبر المصطفى. القبر في المسجد، والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد، لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي سر إلى المسجد وإلى زيارة النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسر لقبر المصطفى بآدب ونية تجب لكل مطلب. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة لغير مشروعة؟ مشروعة. شرعت من بعد البنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة، حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إذا الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها، كويس، من غير سفر إليها مشروعة، فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، وهو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه، حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته، فتبعته فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية راهي اللي مؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك، فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليهم ويتذكر بروحه. تصور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر رحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، أخذها معاه، حضر زيارته لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. إلا أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب قال سلم عليه. إذا ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسول، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة. سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن لا بس، إذا زد ذراعا السلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا باني الدولة كذا لا بس، كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطر ببالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي صلى الله عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أحد عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الله يرد عليه إليه الروح فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا. هنا بعض الشراح
يغالي. طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك أن في أثر من التصوف عليه. واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. واعلم بأن ذا المقام، ذا المقام، ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا، ما قلتش ذا المقام، لا ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من أخوات من اللي هي من الأفعال من الأسماء الخمسة، هذه بمعنى صاحب. نقول لك مثلا ذا المقام الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب. أما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء هاء للتنبيه، هذا اسم إشارة ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة ذا، أما الهاء آخرها للتنبيه الهاء. وعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. وعلم أن هذا المقام في هذا المقام استجاب، لا لا، وعلم بأن ذا المقام، ذا المقام، هذا المقام، هذا المقام خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم عن الإكلام، هذا نبي نرتب اللي بعده. وأعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نقولا، وحملتم ابن عاشر ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل، وقال وسل شفاعة، إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي اللهم صل عليه؟ نحملها من؟ لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه خدمة ويوطيله في ميته في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم يوطيله في وضوءه للسحر وللفجر ويرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة، هل الخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفيك عليه؟ قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر، زي توبان، توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياكم واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا اللي معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا قطرت، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، تعرفش معناك لما ده بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله، هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى، يقول له هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة.
فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، الشفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لمنين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال لا وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا أن يختم الله لك بالحسنى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوا نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شو تدير؟ تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصري من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقتك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومشحول. بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير، الزيارة عليه سير. السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل ماذا؟ السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي يعيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه، وقال وعمر قال لو تكن يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب، لرفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح قال يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية تانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل. لأنه لو جاء، لو ورد، لو تضافرت به الرواية لنقله الناس، لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت بمار حر، لكن أن تقف تدعو لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغير شرعية. تصور أنت واحد مصبي قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة الدعاء غير الله صورة، ولو لم تكن الحقيقة كذلك. تقول لي ما الدليل؟ أقول لك نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد، الصورة أنه يعبد الشمس والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى الجنازة لو ركعنا، الصلاة الوحيدة ما فيها سجود وركوع هي صلاة الجنازة، لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلق بالأقمار الصناعية، الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المكتملة للإسلام، حتى الصورة لا، حتى الصورة إذا، وهذا اللي خلى العلماء
ولم يأتي نص في ذلك، إلا قلت رواية عن مالك روايته. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء فنأخذ بهذه الرواية، نأخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد، أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة، أكبر مشكلة لما تكلم عن الشيء هذا طول واحد يقول أنت بتحبش النبي اللهم صل عليه، أنت شعبش كذا، فيسمى فيه إشكالية والعاطفة تسيطر. أنا رأى وقرأت حتى رفع المنارة، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج أحاديث التوسل والزيارة، قرأته قرأت يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسألة رأي مسألة عواطف صعبة جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، أصعب ما تكتب، أصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعة نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد وسل شفاعة وختما حسنا، ثم قال وعجل الأوبات إذ نلت المنى. ما نعجل الأوبات؟ تعرف يقولك يا الحجاج، حجاج شنو يقول فيها؟ بلادكم يا حجاج، شو يقول فيها ولا؟ هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق، عراق يمن، يمن بالدرة يضرب فيهم روح، لأنه كان قعد بعدين بفسده، كان قعد بفسد، يلا خلي أهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح أن النبي اللهم صل عليه ذكر أن سفر قطعة من العذاب، يقول فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم، فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أربك وحاجتك معش تزيد، فتعجل إلى أهلك، فتعجل أو فتعجل إلى أهلك، أو فتعجل إلى أهلك أي عد. وهذا ما معنى وعجل الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، ما نأخش وين؟ في النهار، وادخل ضحا. ومر في غزوة هذا كله في الصحيح قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، يجي الفقهاء بعدين قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في أول الليل، في أول يعني جيه مساء والليل قريب يخش أول الليل لا بس، والمنهي عنه هو آخر الليل. وفيه فلسفة عظيمة جدا بما يتعلق بالمرأة وما يتعلق باستعدادها لزوجها إلى غير ذلك. الآن قامت اتصالات بذلك، إذا الإنسان الآن في اتصالات ويعرف الأهل أمتى بينزل في الطائرة وأمتى بيوصل وأمتى شعرش بيدير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتبقى السنة هي السنة لعامة الناس، السنة لما مبنية عليه عامة الناس، الصلاة مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعة لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى ماذا؟ الشمس. وهكذا قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام بخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، قال الحافظ حسنه الحافظ، حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذاكرت إجابته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب. وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل. ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن
الثامن. قال في المدخل، والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة. أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديث هم علماء المالكية، وهذا مما أراه يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة، أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها؟ المالكية هم الأولين. وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يقرأ بها يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر، قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل. وجدته نعم، وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا نأتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وهو الذي قال ذا القدر نظما يفي بالغاية وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن نرى في النهاية ما يجيش على كل شيء، لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن، فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا للوجوه القوية من السنة، ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك، وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي، أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد، فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية، منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد. ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر، وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم، وأن يبارك في النساء، وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر، نسابق نرقى وللغير نسعى.